لجنة مشكلة وإلى برقى الوجهة، والأصداء هناك غير مرحبة، كأن الخلافات اتسعت على الحكومة أو هكذا يبدو. فمتزعم تلك الدعوات معارض للزيارة وينادي بالاستجابة فقط للمطالب، والتهميش هو القضية المعلنة، والمطالب الأخرى تحكي قصة أخرى. نستهجن تعنت رئيس حكومة الوحدة باحتفاظه بوزارة الدفاع. كلمتك يا عبد الحميد، هذوم جنود. قلت لي يا رجل نحن ما لاش علاقة، لا نطلب رقم وطني من حد. القدراني طالب دبيبة بالجدية يوم التقى وزراء برقة، وأكد استمرارهم من بنغازي، وشدد على وضوح المطالب، وقال إنها لا تحتاج لجانا لزيارة الإقليم وفق تعبيره، واللجنة المزمعة ستلتقي نائب رئيس الحكومة وتستقصي موقفه، وهو موقف تضارب خلال أيام، فمرة لوح بحكومة موازية وأخرى نفاها نفيا قاطعا. راهو ما هيش مطروحة إطلاقا إنها حكومة في برقة. في خيار قائم لإنشاء حكومة في الشرق الليبي، هذا كلام متأكد منه تأكيد خطأ. التوزيع العادل للمقدرات وعودة مؤسسات إلى الشرق ضمن المطالب وفق توصيف أصحابها، ويشارك القطراني وكيل الداخلية، ويصر قعيم على العناوين نفسها، لكنه عند ترتيبها يضعها في سلم مختلف. سمي وزارة الدفاع بكرة ونزل الميزانيات واعطي كل حق حقه في الشاشات التلفاز. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أي مدينة في طرابلس بكرة تلقاني فيها. وزارة الدفاع ومرتبات حفتر كان عائقا للميزانية، ويبدو أن الشق الثاني قد حل، فالقطراني أكد استلامهم شيكات لمسلحيهم، وأما الدفاع فقضية أكبر كما تبدو لدبيبة في مارس الماضي. بالنسبة لوزارة الدفاع فيه شبه انسداد في تعيين شخص بعينه، أو في حتى أطراف دولية في الموضوع بصراحة أقولكم. أزفت الانتخابات وطفت الخلافات، ومن مظاهرها أزمة المطارات، فليحسمها ديسمبر أم يؤزمها، ولتحقق اللجنة في برقة غرضها، وأسئلة أخرى متروكة لقريب الأيام أو استحقاق آخر العام.